مساء الخير عليكم. كان في بيان نزل من نيابة الأنبا أغاصن يشكر عليه الصراحة عشان وضح أمور كتيرة عن موضوع الوحدة. عن موضوع الوحدة الناس يعني بتتكلم ومش فاهمة بعض الأمور، فهو طلع بيان يشكر عليه الصراحة ووضح للناس مفهوم الوحدة المسيحية إيه وشروطها إيه وحاجات كتيرة جدا هنقراها مع بعض دلوقتي علشان الناس تتابع وتفهم بعض الحاجات اللي بتتقال. كاتب بقى بعنوان الوحدة الكنسية من منظور قبطي أرثوذكسي. يدعي البعض من الناس أن الوحدة الكنسية بين الكنيسة الأم اللي هو احنا الأرثوذكس والطوائف المنشقة عنها من الممكن أن تتم بمجرد الرغبة في الوحدة أو بعمل اللقاءات المشتركة أو الأنشطة المتنوعة وقبول كل طرف لمعتقدات الطرف الآخر والاشتراك في الأسرار الكنسية دون الدراسة لعلاج الخلافات التي تسببت في انقسام الكنيسة وانشقاق الطوائف عنها وذلك للرجوع إلى وحدة الإيمان. قال في رغبة؟ طيب تعرفوا بقى تعتقدوا اعتقادات اللي يعني انتم ممكن تؤمنوا بالأسرار اللي عندنا؟ طب انتم ممكن تبقى في وحدة إيمان؟ يبقى دي الوحدة، مفيش الكلام ده يبقى مفيش وحدة. لذلك أردنا أن نتكلم في موضوعنا هذا عن الوحدة الكنسية من منظور قبطي أرثوذكسي. سؤال، أول بقى سؤال يعني هو يعني اتكلم باستفاضة عن أسئلة الناس كلها في البيان ده عشان القيل والقال والناس اللي مش فاهمة بعض الأمور فوضح بعض الأمور للناس. يعني في أسئلة كتيرة كانت بتدور على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا دول، الأرثوذكس دول متعصبين، الأرثوذكس دول مش قابلين الوحدة، مش بيحبوا الطوائف التانية، مش 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 مش، فهو بيجاوب عن الجزئية دي بيقول إيه؟ سؤال، يتهم البعض من الناس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعصب، بيتهمونا بالتعصب وعدم رغبتها في إتمام الوحدة الكنسية، إن إحنا موقفين مشروع الوحدة أو إحنا مانعين موضوع الوحدة أو رافضين موضوع الوحدة من الأساس وإحنا متعصبين. فهو رد بقى على الجزئية دي قال إيه؟ في الحقيقة كنيستنا القبطية الأرثوذكسية كنيسة متمسكة بإيمانها وعقائدها التي تسلمتها منذ 21 قرنا من الزمان. يبقى لنا 2000 سنه محافظين على الايمان بتاعنا، بقى لنا 2000 سنه احنا يعني مش عارفه اقول لكم ايه، يعني اتسلمناها من الاباء الرسل والحاجات والقوانين الكنيسه وكل حاجه، بقى لنا 2000 سنه محافظين على الايمان الارثوذكسي السليم، الاقباط الارثوذكسي الوحيدين اللي محافظين بقى لنا 2000 سنه. طيب قال ايه تاني؟ متمسكين وليس متعصبين. وهناك فرق شديد ما بين التمسك بإيماننا وبين التعصب، احنا مش متعصبين، احنا متمسكين. ودي حاجة ما تزعلش، انت لما تروح لأي طائفة تانية وتقول لك طب اتنازل عن مثلا تقول الجسد ودم حقيقي هيوافق؟ يقول لك لا أنا شايفه رمز. لا ده مش جسد ودم حقيقي، أنا شايفه رمز. والكلام ده حصل مع القس سامح موريس سابقا في سنوات سابقة لما قال في عظة من عظاته أو في قال في كلمة من في اجتماع تقريبا وقال ده جسد وضم حقيقي، الدنيا اتقلبت ساعتها وتمت محاكمته. فشوفوا اللي يخرج عنهم بيعملوا معاه ايه؟ بيتم محاكمته. طيب ايه المشكله بقى؟ ما احنا برضو زيكم كده متمسكين باللي عندنا، انتوا تزعلوا ليه بقى لما احنا متمسك باللي عندنا؟ طيب ايه تاني؟ فنحن نرفض اتهام كنيستنا بالتعصب لانها صفه بغيضه طبعا، بل نتمسك بأنها كنيسة متمسكة بإيمانها وعقائدها المسلمة لها والمعاشة لدى تابعيها إكليروس وشعب، ومن أجلها تحملت الآلام والاضطهادات وقدمت من أجلها آلاف وملايين الشهداء. ده احنا قدمنا في ليلة واحدة 30 ألف شهيد في ليلة واحدة عشان كانوا عايزيننا نؤمن بالطبيعتين واحنا رفضنا، والتاريخ خير على شاهد طبعا، ونشهد قدام الله بأن كنيستنا هي التي سعت إلى الوحدة الكنسية وذلك بعدة أدلة. أصل هما بيقولوا إن إحنا مش بنسعى للوحدة وإن إحنا ما فيش حاجة خالص قلناها وإن إحنا وإن إحنا وإن إحنا. قام مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة السادس بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المركوسية يوم 10 مايو 1973. ركزوا، مين بقى اللي سعى للوحدة؟ عرفتوا بقى إن إحنا يعني بابا شنودة كان بيعمل أهو، بزيارة إلى دولة الفاتيكان بعد فراق دام 15 قرن. بعد فراق دام بقالنا 15 قرن ما كانش فيه وحدة، وإحنا سعينا للوحدة ورحنا وشوفوا اللي حصل.
منذ الانقسام اللي حدث في القرن الخامس الميلادي، كان في انقسام سنة 451 ميلادية، وقد التقى قدسته مع قدسة البابا يوحنا بولس السادس بابا روما وقتها، ووقع كلاهما على بيان تاريخي. الاثنين وقعوا على بيان تاريخي لبدء الحوار بين الكنيستين، وبالفعل تم هذا. يبقى أول حوار تم ما بين الكنيستين إمتى؟ سنة 1973. ومين اللي راح؟ قداسة البابا شنودة الثالث. وبدأ الحوار مع الكنيسة الكاثوليكية وكنائس الروم الأرثوذكس، تمام؟ وبقية كنائس الطواف، وهناك بعض نقاط الاختلاف تم الاتفاق فيها، مثل طبيعة السيد المسيح مع الكنيسة الكاثوليكية. يعني الكنيسة الكاثوليكية كانت بتؤمن بطبيعتين، واحنا بنؤمن بطبيعة واحدة، ده معروف. وكنائس الروم الأرثوذكس، وبالرغم من وجود الحوار مع كنائس الطوائف، إلا أن قيادة كنيستنا لاحظت مهاجمة عقائد كنيستنا بأساليب وطرق عديدة. بالرغم من وجود الحوار، شايفين الحوار أهو، احنا بدأنا بالحوار وبدأنا بأسلوب كويس وقلنا في حوار، ما حوار يعني نتناقش في اللاهوت، نتناقش في الاختلافات، ده الحوار. الحوار يعني نتناقش، حوار يعني مناقشة، أنت عندك إيه وأنا عندي إيه واقنعني باللي عندك. الصح فين؟ هي امال احنا جايين نعمل ايه؟ ناخد صورتين ونمشي ونقول لقاء تم؟ لا، هو اللقاء مش بالصور واللقاء تم ونمشي، لا، لازم يكون في حاجه ياخدوها او مناقشه بتتم عشان نطلع منها بحاجه. طيب بعد ما رحنا وعملنا الحوار ده ايه اللي حصل بقى؟ كان في بقى قياده كنيستنا لاحظت مهاجمه عقائد كنيستنا، بداوا يهاجموا الكنيسه بتاعتنا باسلوب وطرق عديده، من قادة وخدام تلك الكنائس، يعني القادة الكنائس، يعني بقى سواء البروتستانت سواء الكاثوليك سواء سواء سواء، كانوا بيهاجموا كنيستنا، واقتناص بعض افراد الرعية باساليب وطرق غير مشروعة. شايفين يا جماعة كانوا بيعملوا ايه؟ طيب نكمل. ومن الملاحظ انه في التوقيت الذي كانت بعض الكنائس توقع اتفاقا مع كنيستنا في حل مشكلة عقائدية معينة، يعني في حاجة هتوصلنا ليها، في حاجة اتفقنا عليها وخلاص واحنا كنا هنوقع عليها، نجدها كانت تتفق مع كنيسة أخرى. يعني بعد ما خلاص اتفقوا على حاجة معينة راح غيروا رأيهم، لا، على نفس العقيدة ولكن بالوضع الخاطئ الذي تسبب في انقسام الكنيسة، لا برضو لسه مصممين. طيب وبالرغم من هذه التصرفات الخاطئة السابق ذكرها وأمثلتها، استمر الحوار بين كنيستنا وبقية كنائس الطوائف لمدة 40 عام. اهو يا جماعه، اهو مش اول مره ولا حاجه، تمام. وهي فتره حبريه قداسه البابا شنودة الثالث الذي كان فيها مسؤولا عن قياده الكنيسه. ولم تسفر هذه الحوارات طوال الأربعين عاما سوى الى اتفاقيات قليله جدا، يعني اتفقوا على حاجه او حاجتين، اتفاقيات قليله جدا بس، هو ده اللي كان الحوار اللي ما بينهم، يعني ده النتيجه اللي طلعوا بيها، تمام تمام. وكل هذه أدلة تثبت أن كنيستنا ومجمعها المقدس بقيادة قداسة البابا شنودة الثالث هي التي سعت من أجل وحدة الكنيسة طوال الأربعين عاما وليس العكس. إحنا اللي كنا بنسعى أهو، وإحنا اللي رحنا، وإحنا اللي بدأنا. يعني منين إحنا متعصبين ومنين إحنا اللي بدأنا؟ منين إحنا لو متعصبين ومتشددين ومش راضيين بالوحدة وإحنا اللي سعينا إليها؟ عشان بس تعرفوا، هما بيقولوا ان احنا متعصبين ورافضين الوحده ومش عايزين، ازاي واحنا اللي سعينا اليها في عهد قداسه البابا شنودة الثالث؟ كلام واضح اهو يا جماعه. وبالتالي ليست كنيستنا وقيادتها هي العائق، احنا مش عائق ولا حاجه في طريق الوحده الكنسيه كما يدعي البعض كذبا لتزييف الحقائق ومهاجمه كنيستنا وقداسه البابا شنودة الثالث وفي حبريات المباركه. ثانيا، متطلبات هامة لتتميم الوحدة الكنسية الحقيقية لا الوحدة المظهرية. بيقول ايه بقى؟ في متطلبات علشان الوحدة دي تتم، في شروط. مش عايزين وحدة ظاهرية، مش عايزين وحدة كده بالاسم، انتوا فاهمين؟ احنا مش عايزين وحدة كده بالاسم. بيقول بقى ايه هي الشروط عشان تتم الوحدة؟ مش عشان تكون وحدة ظاهرية، لا، في شروط عشان تكون في وحدة. ايه هي بقى الشروط؟ تشكيل لجنة متخصصة في العلوم الكنسية من كنيستنا. أنا بقول أنا مع الوحدة بس لازم يكون في وحدة في الإيمان أولا. هل إحنا هنعمل وحدة مع كنائس بتدعم جواز
المثليين، هل احنا هندعم الوحدة مع كنائس بيرسموا المرأة في الكهنوت؟ هل احنا مع الوحدة اللي بترسم أساقفة شواذ؟ لو موافقين هتبقى ازاي في وحدة بقى؟ يبقى احنا موافقين على اللي عندهم، هتبقى في وحدة ازاي؟ مش لما يبقى في وحدة ايمان الاول؟ ما انتوا اقنعونا، رب واحد، ايمان واحد، معمودية واحدة. ما انا مع الوحدة، مين اللي قال لك انا مش مع الوحدة؟ انا مع الوحدة جدا كمان. ده انا بقول لك اهو قداسة البابا شنودة هو اللي راح وساعة بنفسه. يبقى احنا مش راضيين ازاي؟ احنا راضيين وموافقين، بس مش لما يكون في شروط الاول واساسيات مش نمشي على اساس، ولا هو كده وخلاص سلق بيض يلا نعمل وحده ونسقف ونهيص. طب هي فين الوحده اللي تمت دي؟ مش بيبقى فيها اساس وفيها شروط؟ ولا ناخد صورتين ونعمل مسرحيه ان احنا في خبز مشترك ما بيننا وجايبين قربان حمل ويبقى في خبز مشترك ونصلي صلاه جماعيه وخلاص؟ ده لسه احنا بالنسبه لنا ما بيننا وبربنهم حرمات كتيره، في خلافات عقائديه كتيره، يبقى احنا كده بنصلي مع الهراطقه، وفي قوانين كنيسه تحرم الصلاه مع الهراطقه. ايه يا جماعه؟ ايه؟ واحنا بنقول ايه من الصبح؟ يبقى اول حاجه تشكيل لجنه متخصصه في العلوم الكنسيه من كنيستنا والكنيسه الاخرى التي ندخل في حوار معها، لازم يكون في حوار لعلاج المشاكل المختلف فيها وحولها. لازم نعالج المشاكل الاول، الاختلافات اللي ما بين الاول، اختلافات عقائديه رهيبه. يعني مثلا زي خلاص غير المؤمنين. ازاي؟ ازاي؟ في حاجات كارثيه. ما هو انت لما تيجي تعمل وحده يبقى انت موافق على كل اللي عندهم. خلاص بقى بقينا واحد. لا مش بقينا واحد. فين وحده الايمان اولا؟ اتفاق على جدول اعمال محدد الموضوعات التي يتم مناقشتها بين الكنيستين وذلك طبقا لايمان الكنيسه قبل الانقسام وبعده. حاجة ما تزعلش، ومكان معلن ومعروف للطرفين، لازم نقعد مع بعض ونتناقش. لازم نقعد مع بعض ونتناقش. تلاتة، يجب الإقرار بعد الدراسة والاتفاق بين الطرفين على إيمان الكنيسة الصحيح. رقم أربعة، بلا شك وحدة الكنيسة يريدها الرب ويأمر بها الجميع، إلى أن الشيطان والأهداف البشرية الخاطئة تقف عائقا بالمرصاد. في حاجات بتقف في النص، يعني إيه الحاجات اللي بتقف في النص؟ يعني العند، الإصرار على الخطأ. في ناس مصممة على الخطأ، في ناس مصممة على العند. لا احنا صح يعني صح، خلاص غير المؤمنين غلط، لا صح، زواج المثليين غلط ونجيب آيات من الكتاب المقدس، لا صح، هم شايفينها صح. المرأة في الكهنوت ما ينفعش، المرأة في الكهنوت ونجيب كذا آية من الكتاب المقدس لا صح، عندنا المرأة في الكهنوت، ايه المشكلة عندنا؟ ما عندناش مشكلة تبقى المرأة في الكهنوت. حقيقي مش رمز، لا عندنا ده رمز. الكتاب المقدس دي قصص حقيقيه؟ لا دي اساطير وبتاع وقصص خياليه، مع ان الكتاب المقدس كله هو موحى بها من الله. لا احنا مش ده، لا ده كتاب لا القصص الاولانيه بتاعت لا دي اساطير ومش معترفين بها، دي قصص خياليه. والكتاب المقدس فيه اخطاء علميه. تحرر بقى، نوع من انواع التحرر اهو، دخلوا كمان في دستور الكتاب المقدس يا كرولوس اللي بتقولي عليه اهم، حتى كمان شككوا في الكتاب المقدس، يعني حتى الكتاب المقدس ما سلمش منه. لا يفوتنا ان نشير الى جانب هام في متطلبات تتميم الوحده، الا وهو التطبيق العملي ما تم التواصل اليه، وذلك على مستوى الاكليس والشعب، مثل انبثاق الروح القدس من الاب فقط بدلا من الاب والابن. احنا عندنا من الاب فقط، هم عندهم من الاب والابن، دي برضو حاجه كبيره جدا لازم يقتنعوا بيها، وصحه الكهنوت للرجال فقط دون النساء. احنا عندنا الكهنوت للرجال فقط، والاقرار بالزواج الشرعي بين رجل وامراه كما شرحه الله. اهي زواج المثليين اهي، لازم يقرهم ان الزواج الشرعي بين الرجل وامراه. دي برضو اهي، كما ويتم على ايدي كهنوت شرعي وصلاه لتروجيه بدلا من زواج الشواذ اللي هي المثليين، الذي لم يشرعه الكتاب المقدس ولا قوانين الكنيسه ولا القوانين الوضعيه في السابق، وذلك للحفاظ على النسل البشري والاسره المسيحيه كما رسم الله له. ولا يفوتنا ان نشير الى الاقرار بما فيه الاصفار المحذوفه والمكان الواحده للعهدين بدل التقليل من مكانه العهد القديم عن العهد الجديد. يعني في ناس بتقول ايه العهد الجديد ده نمشي بيه والعهد القديم لا مش معترفين بيه، او شويه حاجات منه اه ناخدها والحاجات الثانيه لا. ثالثا، جوانب مسموح بها وجوانب غير مسموح بها ايضا في اللقاءات من اجل الوحده. ايه هي بقى الجوانب المسموح بها والجوانب المش مسموح بها؟ على امثله المثال الصلاه الارتجاليه، احنا يعني مع الصلاه الربانيه، قراءه الكتاب المقدس،
لحن أو ترتيلة كنسية، إلقاء الكلمات في بعض الموضوعات دون تلميح لعبارات تعني إننا واحد في المسيح. وإحنا قلنا العبارة دي خادعة، عبارة كلنا واحد في المسيح دي عبارة خادعة وشرحناها قبل كده، أو واحد في الإيمان أو واحد في الكتاب المقدس. هم بيعملوا إيحاء للناس إن إحنا كلنا واحد في المسيح والوحدة تمت خلاص، زي ما حصل كده اليومين اللي فاتوا دول. إننا أن لا نأخذ الصلاة شكلا لتروجيا أو طقسيا أو تقليد طقوس بعض الأسرار في الكنيسة صاحبة الإيمان المستقيم، وذلك الإيحاء بأن الوحدة تمت ما بيننا. زي الصلاة اللي عملوها كده في الكنيسة عندنا، قراية إنجيل أو قراية مزمور أو قراية مش عارفة إيه، ويقفوا في اللحن بتاعنا اللي إحنا بنقوله ويحسسوا الناس ان بقينا واحد بقى خلاص، ده بيصلوا زينا وهم بيقولوا الحاجات اللي عندنا وبيعملوا كل حاجه زينا، وعندهم قربان وعندهم تناول وعندهم وعندهم وعندهم، ويشوفوا المشهد كده عشان البسطاء يقولوا ده احنا بقينا واحد اهو يا جماعه، ما احنا بقى ما الواحده تمت اهي. ما انا بقول لكم المشهد والمسرحيه اللي عملوها دي وكانها بتدي ايحاء للناس ان الوحده تمت. هي الناس قالت هي الوحده تمت واحنا ما نعرفش؟ ما المشهد اللي عملوه ده بيقول كده ان احنا بقينا خلاص الوحده تمت واحنا ما نعرفش. تمام. واليك ما قيل في قانون 46 الكتاب الثاني صفحه 101 من كتاب قوانين الاباء الرسل. اذا دخل واحد من الاكريروس او العلمانيين الى مجمع اليهود او موضع الهراطقه للصلاه فليقطع، والعلماني فليفرق يفرس. طيب، كما انه جاء في القانون 68 كتاب قوانين الاباء الرسل لا يصلي قدام الله مع هرتوكي، مفيش صلاة مع الهرتوكي، ولو في بيت أو في منزل أو في شقة أي شركة للنور مع الظلمة. كلام واضح وصريح. وفي القانون التاسع من الكتاب الثاني كتاب قوانين الآباء الرسل لقمة الصليب متى، إذا صلى واحد مع من الإكريروس مع واحد قطع من الإكريروس فليقطع هو أيضا. كلام واضح وصريح أهو يا جماعة، قوانين الكنيسة واضحة وصريحة. قوانين الآباء الرسل أي أسقف أو قسيس أو شماس يمضي إلى معمودية الهراطقة أو يشارك قربانهم نحن نأمر أن يقطع من درجته. الكلام ده مين اللي عمله الأخيرا؟ نيافة الأنبا دانيال. في حاجة تانية، وكما أن المجمع المقدس يمنع الصلاة والشركة مع المخلوقين معنا إيمانيا، وخاصة الذين تم قطع العلاقة مع، هو وارد في كتاب قرارات المجمع المقدس صفحة 141 وصفحة 145 في حبرية مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث. أما عما جاء في بعض المجامع المكانية المعترف بها كنسيا، مجمع اللاذقية سنة 367 قانون 6 صفحة 100 يسمح للهراطقة أن يدخلوا في بيت الله ما دام مستمرين في هرطقتهم. ولا ننسى انه جاء في كتاب عصر المجامع الكنسيه من مجمع اللاذقيه للقمص صليب سوريال لا يجوز للنساء دخول المذبح. لا يجوز للنساء، قانون 11 للقمص صليب متى لا يجوز تنصيب سيدات رئيسيات في الكنيسه، يعني زي بتاعه الكنيسه اللوثريه اللي في السويد اللي البابا راح زارها هناك، كانت رئيسه اساقفه وقال ايه يعني ساعتها انا مالي، هي اللي ست انا مالي، هي اللي بتدعم زواج الشواذ انا مالي بيها. ومن كتاب مجمع اللاذقيه قانون 32 صفحه 186 للقمه السريال لا يجوز ان ياخذ بركات من الهاطقه، البركه اللي قالوا بقى ايه تعالوا ناخد بركه مع بعض، اللي هي المشهد الاخير بتاع القربان ده، تعالوا نتبارك بقى، قعدوني يقسموا القربان ويلا نتبارك بركه، بركات من الهاطقه لانها هي حري لعنات، دي لعنه، دي مش بركه دي لعنه، من ان تكون بركات. وكما ان الكتاب مجمع اللاذقيه قانون 32 صفحه 186 القم الصليب سوريا يقول لا يجوز لمؤمن ان يصلي مع هرتوكي ان شق على الايمان. اضافه الى جاء في اشيه الاجتماعات في القداس الباسيلي الشكوك وفاعلوها ابطلهم ولينقض افتراء فساد البدع. لذلك يجب في كل صغيره وكبيره في حياتنا الخاصه والكنسيه وخاصه في العلاقه مع الطوائف نراعي تعليم الكتاب المقدس، نراعي تعليم الكتاب المقدس وتقاليد الكنيسه قوانينها المسلمه لنا لكي ناخذ بركه العمل بها ولا نقع تحت طائله كسر هذه الوصايا الالهيه والقوانين الكنسيه. متذكرين ما جاء في هذا الصدد على لسان معلمنا القديس بولس، ان بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناسيما. ده كان بيان نيافة الأنبا أغاثون عشان يوضح ما هي مفهوم الوحدة اللي بتتم بين الكنائس. والتهكسية بأن هي كنيسة متعصبة، وقال إحنا مش كنيسة متعصبة، إحنا كنيسة متمسكة، بس كده.
يعني هما بيقولوا كل شويه بيلعبوا على وعي المحبه، المحبه انتوا ما بتحبوناش. خلاصه الكلام احنا بنقول ان احنا مع الوحده، بس يكون في وحده ايمان اولا. وانا بشكر نيافه الانبا غاصن ان هو طلع واتكلم، وهو بصراحه يعني بيقوم بمجهود جبار وبيشرح وعامل كل اسبوع يعني بيشرح حاجات في اللاهوت وفي العقيده، واحنا مفتقدين الحاجات دي. فهو بصراحه يعني من الاساقفه الامناء اللي بيغذوا الشعب روحيا، يعني احنا مفتقدين حاجه زي كده. فهو بصراحه يشكر لان هو بيقوم بالعمل ده لوحده تقريبا، مفيش حد بيتكلم غيره. لا في 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 ممكن، لا ممكن ممكن مش ممكن نيافه الانبا رفائيل بيطلع شويه حاجات، ممكن مين تاني اللي بنشوفه يعني الحاجات اللي بتنزل الاول باول دي على السوشيال ميديا. يعني الانبا رفائيل عامل برنامج حلو برضو على قناه ميسات تقريبا، يعني بيطلع حاجات برضو بيرد برضو على شويه حاجات، فدي حاجات حلوه طبعا. احنا